بعد التحديات الكبيرة التي شهدتها الساحة العراقية والخروقات التي استهدفت سيادة العراق، راهنت الشارع وشارع المتظاهرين في بغداد والمحافظات على أهمية المسيرة المليونية وتأييدها للمطالبة بوجود حكومة قوية تحمي السيادة الوطنية. الشارع العراقي يطالب بوجود حكومة عراقية مستقلة غير تابعة، وليس قرارها مصادر أو تصوغه الأطراف الأخرى. لذلك شهدت محافظات العراق وساحة التحرير والحبوبي الذي يمثل رأس النفيضة، المدينة الناصرية تعتبر أم التظاهرات، قدمت شهداء وهي من أول يوم من 1 أكتوبر لليوم صامدة بهذه الأهازيج الوطنية وهذه الشعارات وهذه الأشعار التي شكلت دافعاً وطنياً مهماً في أن تهتف بكل ساحات التظاهر في العراق. قاعدين هنا متصوين بساعة الحبوبي الساعة بالوحدة بالليل، ما الهيس الاطلاق النار جت علينا منها وجت علينا منها بجهة النيل. اول ما طلقوا علينا باطلاق النار حرقوا العمارات واحنا ناس معتصمين، شنو ذنب يعني هاي الخيم اللي احترقت حرقوا خيمنا زين لو لا؟ يعني احنا شنو يردونه من عندنا؟ هاي ستوتاتنا احترقت، دراجاتنا احترقت، شنو اللي يردونه يعني من عندنا؟ يعني ما نهيس بس اطلاق النار منها جت علينا، يعني خلصنا برواحنا، شنو ذنبنا؟ يعني ذولا شنو هم ذولا؟ ذولا شنو هم ذولا؟ بشر؟ لا ذولا وحوش. والله احترقت شوادر، نصبت شوادر وتحترق شوادر وتجي شوادر، واذا مو شوادر تنبني حسينيات بلوك بساحة الحبوبي، وانبنت ان شاء الله، انبنت هاي انبنت وكل العالم يشوف زين لو لا؟ الحمد لله وشكر اخوتنا محافظة ديقار، نشكرهم على الضيافة مالتهم والتقدير. البارحة ما قصروا، بطاطين، دواشق، أمخات، فلوس، تبرعات بساحة الحبوبي. Yeah.
بوبي لعب بيتنا احنا بالحبوبه هنا هذه هنا بالحبوبي. اولا احنا نايمين بالوحده وربع ما اشوف الا ضرب الجام تكسر علينا، نطفر من مكان لمكان. ليش شنو ذنبه الشباب هاي؟ شو مسوي؟ شو مسوي؟ تريد حقها؟ طو حقوقها، طوهم حقوقهم، خلي يروحون. شردوا من عتهم يعني؟ هسه هم حرقوا كم خيمه، هل بنوا بناء؟ خاونهم هل الناصريه وكلهم اطلوهم الشرفه واطلوهم وبنوا وقعدوا طلبون بطلابه. شنو خالص سبينا سبيل الناصريه؟ ليش تشي؟ ليش؟ جا هو هذا من عندنا، هو الرئيس سوى بينا هيك، كان غريب من عندنا سوى بينا. يعني تجيب لي سيارات سته سبعه فاتوا بالحبوب سوى بينا، هدول هدر خطيه يطفرون منا ومنا بالشارع ويتقتلون منا ومنا وراهم بالضرب. الدور احنا نشرد من بيوتنا نضرب الغرفه الغرفه. ليش؟ شنو السبايا سبونا؟ مثل سبايا الحسين، كانوا يقولون احنا متدينين واحنا شيعه وشيعه، هيك سووا بينا؟ الله ما يقبل من فوق، الله لا ينطيهم ان شاء الله ولا يخليهم ان شاء الله، بحق هو الحسين اللي مشينا مشاي. سبايا والله طبت لنا امريكا، امريكا احنا بشار الحبوب دخلت لنا بالباصات مالتها نزلوا بالطيارات، والله شب بعيون احنا واقفين ببيابنا، فاتوا ما رموا رصاصه علينا ما رموا. هذول سبايا يعني انا متعجبه عليهم. شنو هذول؟ ما ادري يحجون على اسرائيل؟ لا والله عم اسرائيل اشرف. اسرائيل هاي تضرب فلسطين اشرف من عندهم، مو هيك. سوى بنا انا مريضه صار لي يومين، ليش قلبي يوجعني خال؟ ليش هيك؟ ليش هيك الجام كله تفطر علينا انكسر؟ جيراننا عنده اطفال نزل جوا من شغل قلبه، نزل اطفاله اربعه عنده، والجام ماله كله طاب رصاص البيت. ليش؟ احنا بالحبوب السبيان البارحه والبحر. ليش هيك؟ ليش؟ شو مسوين؟ شباب يردون حقهم، اعطيهم حقهم. هسه ما قايل لكم مريض حقنا وكل شيء، انتم مكانه شيلون خيامهم من الباكر، اعطيهم حقوقهم. ليش هيك؟ شنو عداوه انتم للشعب جايين؟ ما ادري والله، ما ادري. هم اكتسوا قوان فلوس وحطوهم بالخارج وخلوا هاي العالم خطيه، الظلم حاله تجي من والله عدي ثلاثه، والله عدي ثلاثه والله العظيم. واحد من ظلم قلبه طلع برا، قول شو اسوي انا؟ ما اريد العراق، والله ما صار 11 سنه ما شايف ابني، طلع برا قال ما ارجع بعد انا. والثاني قلت له يشتغل هناك، وهذا الثالث تزوج وقاعد هو يسوي حتى منها ما يرضون يطون. والله مال 88 ما يرضون يطون، عده طبل خطي. ليش هيك؟ لا وظائف لا اشغال لا هاي شنو خال؟ جايين هذول على موتنا، والله جايين على موتنا. والحسين الله ينتقم منهم ان شاء الله، الله ينتقم منهم. مره انا صايمه مصليه، الله ينتقم منهم. ما شاء مشاير 15 يوم مشي للحسين، ان شاء الله كون تطلع حوبتنا بيهم، وكون ان شاء الله مره سرطان بيهم. الان في ساحه الحبوبي حرقوا خيمنا، حرقوها الساعه بالوحده او نص بالليل، طبوا لنا غدر بيهم خير، ما طابين غدر. احنا ما نتراجع، عندنا ثلاث مطالب بالبدايه، هي قانون انتخابات، ترشيح وزير مستقل وخالي من الاحزاب، وطن خالي من الاحزاب، البرلمان خالي من الاحزاب، وطن خالي بلا احزاب. نزلنا نريد حقنا، ما عندنا غير الحق. حرقوا خيامنا، صبنا هنا اليوم رساله من الحبوبي لساعه التظاهر، يبقون صامدين مثل ما بقى الحبوب صامد، ما يظلون احنا صامدين ويوم صامدين. I'm
انا من الناصريه ساحه الشرف ساحه الحبوبي معتصمين وباقين رغم اللي الطف الثانيه اللي انعادت هنا بالناصريه رغم المآسي رغم الحرق اللي صار عندنا هنا احنا مستمرين وخلا اوصل له رساله طبعا انا هنا اريد اقول له ترى انت لا تحرق ولا تخوفني برصاص ولا تخوفني بدم ولا تخوفني بقتل ولا حزبك يخوفني ولا ولو ان يعني هو لو عنده قوه وعنده عزيمه واسره خلي يواجهني بالنهار من احنا كل احنا هنا موجودين ما يجي لهنا الكم شاب نايمين بالخيمه يجي يحرق الخيم عليهم وان شاء الله احنا منتصرين ولا تخوفنا ترى لا رصاص ولا رمي ولا شغب يخوفنا ولا اي شيء ناصريه ناصريتنا والساحه ساحتنا والمطالب مطالبنا وان شاء الله راح نزف البشره والفرحه للعراق وللمحافظات كلها راح تصير البشره باسم الناصريه انا اوصل لهم انه اقول لهم تظلون على اصراركم وعلى عزيمتكم وعلى قوتكم وترى الناصريه سند وقوه وما اصلا ما راح تهتز ولا يهتزها لا حرق ولا رصاص ولا حزب يهتزها وراح تظل قويه وراح تظل سند العراق وراح تظل سند المحافظات وسند ساحات الاعتصام. الحكومه ذاعتها شويه خجل وشويه تستحي الحكومه من تشوف العالم من تشوف ناس بدال تشادر بنت شنو بنت حسينيات شنو معناها هذا؟ شنو من شعب عنده اصرار وعزيمه وقوه؟ شنو من شعب طلع على مود مطالب ومصر بيه لحد الان؟ اذا شويه تستحي الحكومه وتقول انا هذا الشعب كسر خاطري خلي اطلع خلي انفذ للمطالب خلي كافي سال 4 أشهر احنا قاعدين من 1/10 وياكم طالبه قاعده من 1/10 طلع على مود متعين انا طالبه ما محتاجه لهم جايه ادرس بعدني بس انا طلعت على مود الفقير على مود الجوعان على مود ما عنده على مود القاعد بلاية تعين على مود القاعد تجاوز وهدمتوا البيوت مالته علي طلعت على موتهم انا وراح اظل قاعده هنا لحد ما هاي الشباب لحد ما الدماء راحت من عندنا تتحقق مطالبهم لحد ما عوائل الشهداء نفسهم ترجع لهم الحقوق مالتهم فانا هاي رسالتي للحكومه اريد اقول لها لو مو تماطلين ويانا لو مو تظلون مستمرين سنه وسنتين وثلاثه احنا راح نضل قاعدين هنا والساحه ساحتنا ترى هذا بيتنا الثاني يعني اللي يعتدى عليه نرجعه الى مو تشادر ولا نرجعه الى بحسينيات والله نبي بيوت ونقعد هنا نبنيها بنيان ونقعد هنا هاي بدراستي واقف مع اخوان المتظاهرين بعد ما تتي هاي المرحلة وان ترجع الثورة نرجع عندهم كأنما سنة فاتتنا الله محمد وعلي ما عندنا كل اشكال سنة سنتين ثلاثة كلها سهل يرجع بس حقنا لما نرجع الشهداء على الماتر ها؟ 3 سنوات ولا 16 سنة ماكو اشكال بس هني يعني دم يوم عن يوم يومين يحرقون الخيام علينا ماكو اشكال نعوف الدراسة ما عندنا شي سنة سنتين تأجل بعد يوم يومين ترجع الثورة نرجع عندهم هذا الباب. هلا وين؟ شنو غوابة؟ شنو الحجز؟
طالب خامس احيائي من اهل الغراف على مود اصف اخواننا المجاهدين، يعني خلي السنه اللي فاتت الترتيب تقعد بصف نظيف براحله نظيفه لاداره الترتيب، السلبيات الاساسيه هاي كلها راح نحققها لك بهاي المطالب. انا طالب جامعي وراد اكمل مستقبلي، لان طاقه البلاد هي بالدوام واستمرار الدوام. احنا مو مع ايقاف العمليه التربويه والتعليميه بالعراق، لا، ان شاء الله راح تخلص الدوره، عندنا مطالب، خلص مطالبنا وتستمر الدوره ان شاء الله. بعد اكمال الدوره راح نرجع دوامنا بشكل صحيح وبرفعه راس احسن من ما نرجع للدوام هسه ومن تكسير راس كل شيء ما محققين. وان شاء الله نوعدكم نستمر بالثوره ونستمر بالدوام ان شاء الله. أنا خريج تربية كيمياء عام 2017 من الأبناء الناصرية، حاليا مستمرين بالصمود والاعتصام في ساحات الاعتصام، وإن شاء الله نبني مستقبلنا بإيدينا، ما نسمح لأي طرف خارجي إنه يتحكم بمصير بلدنا. إحنا عراقيين، إحنا اللي مسؤولين عن بلدنا. إحنا طلاب حاليا متوقفين عن الدراسة، وإن شاء الله يوم تنتصر الثورة إن شاء الله نرجع لمسيرتنا الدراسية ونكمل مستقبلنا ونحقق الأحلام اللي بدها.
بصوركم نايحة، ليش احنا من دون الخلق؟ بويا صاحت علينا الصايحة، الزيتون صارت مجزرة وبيها ولدنا طايحة، اللي يذبح شباب بلا ذنب ذي قهرب ادم السامحة، اللي يذبح شباب بلا ذنب ذي قهرب ادم السامحة. ها ولاقى اولادك ذي قهرب ادم السامحة، ها ولاقى اولادك ذي قهرب ادم السامحة، لاقى اولادك ذي قهرب ادم السامحة. وهذا الحشي إلى حبيبتي وحبيبي، هو العراق، هو العراق العظيم، هو العراق العظيم، هو العراق النصر، هو عراق التحرير. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العلي العظيم. هاي الرسالة العادل عبد المهدي رئيس الوزراء المقال المستقيل المطرود، المقال المستقيل المطرود. ولكم عيب ولكم فشل تستنكر صواريخ طاحن على السفارة الأمريكية، ما تستنكر 650 شاب بعمر الورد دون 18 ودون 10 ودون 20. إيه ليش ما تخافون من الله؟ ما بيكم خيرين 10 15 ويقعدون ويقولون عم تعالوا عم تعالوا خل نسوي حل الشعب، هذا المرضناه، هذا الموتناه، هذا القتلناه. اقعدوا قاعدة مال خيرين، اقعدوا قاعدة مال شرفاء، اقعدوا قاعدة مال واحد يخاف من الله، يخاف من الله. ليش خايبين؟ ليش هاي الشباب تروح مريض؟ ولكم ليش هاي الأبطال تقتلوها؟ ولكم خلوها الدولة عادينة، خلوها الغير دولة عادينة. ليش احنا واحد يقتل الآخر؟ ليش احنا سلام؟ احنا سلام نقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. يابا مشكلة الخيم، الخيم تعوضن والله عوضهن، الخيم تعوضن والله عوضهن. البنن في سلاح في يدي عراقية مسلح ابو الدبل باليوم. والله يحب المحسنين، صدق الله العلي العظيم. خرجت أبناء محافظة الناصرية بشيوخها بنسائها بشبابها بأطفالها استنكاراً. هم صار لهم مظاهرات أكثر من 100 يوم، بس هاي هسه المظاهرات أمس واليوم استنكاراً على القوى المجهولة. هم اللي يقولون مجهولة، بس هم يعرفون منين اجت هاي القوة. اخترقت واقتحمت ساحة الحبوبي حسب كلامهم هم المسؤولين، يقولون ساحة الحبوبي ساحة اعتصام رسمية، ورجعونا من الطريق الدولي قالوا اوقفوا واعتصموا بساحة الحبوبي. اعتصمنا ثاني يوم
دخلت علينا قوة حسب ما يسمونها قوة مجهولة، بس هم يعرفون مصدرها منين. اقتحموا ساحة الحبوبي وحرقوا الخيام مال المعتصمين، وحرقوا الخيام الساعة الوحدة وربع، وحدة ونص ليلا وطبوا ورموا وقتلوا. قبلها احكي لك الاحداث اللي صارت قبلها حتى احنا ندين المسؤولين هنا وقائد الشرطة. قبلها انا بعيون ذني الساعة بثمانية ونص او بالتسعة سحبوا النقاط مال الشرطة اللي داير ما داير الساحة، وراها تم اطفاء الكهرباء، طبعا اطفاء الكهرباء مقصود، وراها اقتحموا الساحة مقصود اطفاء. كل ما يصير هاي ثالث حالة او رابع حالة تصير، كل ما يصير هاي الحالة مال اقتحام يطفون الكهرباء. اول مرة يسحبون السيطرات اللي داير ما داير الدوريات اللي داير ما داير الساحة، وبعدين يطفون الكهرباء، وراها يقتحمون الساحة. ليش؟ شنو اللي مسوي هسه هاي المتظاهرين كلها؟ اكو واحد شايل سلاح، انتم كلكم عمي شهدوا، وانتم الاعلاميين موجودين، العلم العراقي والورد، زين؟ لا حد شايل سلاح، لا حد شايل سكينه، لا حد شايل اقامه، لا توثي، كل شيء ماكو، هل تشوفونا الله وكيل، كل شيء ما عندنا، ناس مطالبين بحقوقنا. بس انت المسؤول، رساله للمسؤولين، قبل لا تلوم المتظاهرين وتلوم قطع الشوارع وتلوم قطع الجسور، ابحث عن الاسباب اللي ادت ووصلت البلد الى هذا الحال. صار 16 سنه حكينا، تظاهرنا، اعتصمنا، الطلبه، الخريجين، العمال، العاطلين عن العمل، الدنيا كلها صاحت، والقنوات والاعلام يحكي، ماكو واحد يسمعك من المسؤول. شو تسوي العالم؟ ملت، عوز، فقر، ضيم، لا تعيين، لا وظيفة، لا كل شيء ماكو، كمية ماكو. كانت بعهد النظام البائد 18 مادة الكمية، هسه 3 مواد تجيك شهر زيت قطع شهرين، يجيك شكرات شهر قطعهن شهرين. يا أخي هاي الفلوس اللي تنصرف على البطاقة البطاقة التموينة تعتبر عصب الحياة للناس، هاي الفقرة. زين؟ أنا واحد من الناس صار عندي مريض دخل بمستشفى القلب على حساب الدولة، طبعاً مستشفى القلب 12 يوم، 1,600,000 أنا خاسر عليه، هو على حساب الدولة. روح جيب تحليل من برا، روح سوي أشعة، روح جيب علاج، روح جيب كذا. ترى المستشفى بس البناية ودكتور موجود صحيح ومضمد موجود، العلاج كله من برا على حسابنا. انت ابحث عن هاي الاسباب، يلا تلوم المتظاهر. هذا المتظاهر مو بطران صار لي 4 أشهر هنا واقف، انا صار لي واحد من الناس 4 أشهر هنا واقف من الصبح وابات هنا، طبعا ابات هنا. زين؟ ليش؟ عايف بيتي وعايف عائلتي ومريض سكر وانزلاق بالرابعة والخامسة، بالفقرات الرابعة والخامسة، وروماتيز بالركبة. بطران انا واقف هنا هسه؟ لا مو بطران، من ضيمي، من عوزي، من قهري، من كل الأمور جرت علي، وأوصل الصوت عدة مرات وما حد سمعني. فخلي يراجعون أنفسهم، خلي يراجعون أنفسهم. وهذا الشعب طلع وما يرجع إلا بتحقيق كافة المطالب. نقطة بعد أنوه عليها، هذا الخريج، هذا شوفهم الشباب، ترى أكثرهم خريجين 6 ابتدائية، هاي إذا مارسها 6 ابتدائية و3 متوسطة و3 إعدادية و4 لو كلية لو موحد، صحيح؟ لو كلية لو موحد ياخذ الشهادة ويروح يصفطها ويقعد هناك بالبيت، حصر عليه 500 مال باكية جقاير، يقعد يم امه. عمي صحيح لو مو صحيح هذا الحكي؟ صحيح. زين؟ ليش؟ خير العراق شوية؟ هذا العراق من شمال لجنوب كله هذا التراب ماله بخير، بس كله رايح للغير، رايح للغير. هذا الخير مالنا، مو انه الدول مستفاده من عنده، والمواطن العراقي قاعد على الرصيف جاي يشوفون التقاطعات مليانه، هذا يبيع كلينس، هذا يبيع وصله بازه، هذا ما ادري شنو. زين؟ النساء جاي تجدي بالتقاطعات والشوارع. ليش؟ خيرنا نستثمره، انه استفاد انت ومجموعتك وحزبك استفاد
بس خلي لفته شويه لفته نظر على هاي الناس، وذولا هم اللي حرروك من داعش. شوفهم ذولا هم اللي حرروهم من داعش. لو ما هاي الشباب ما يبقى عراق، ترى والله ما يبقى عراق. ارحم بالخلود وشهدان الابرار والشفاء العاجل لجرحانه بحق محمد وال محمد. الحقيقه الليله قبل البارحه تعرضت خيام المعتصمين هنا في ذي قار الى ميليشيات مسلحه من قبل العصابات، وهذا لا يزيدنا الا فخرا واعتزازا بشبابنا اللي متواجدين، لا يزيدنا الا عزما على مواصله الثوره السلميه التي خرجنا من اجلها. سوف نواصل مسيرتنا مهما بلغت التضحيات. لقد استخدموا كل اساليب التنكيل فينا، الخطف والاغتيال والقتل المتعمد، لن يزيدنا على أسرارنا. سوف نواصل بعزيمة شبابنا وعزيمتنا الكل إلى أن تحقيق أهدافنا في التغيير. ثابتون على مبادئنا وعلى ثورتنا السلمية ونهجنا السلمي اللي خرجنا من أجله. مهما استخدموا ضدنا من أساليب قتل وتعذيب، سوف نبقى على سلميتنا ونهجنا السلمي اللي خرجنا من أجله. الحقيقة هي عصابات مسلحة تابعة للأحزاب. عصابات مسلحة تابعة للسلطة الفاسدة بالأحزاب، عصابات الأحزاب. نعم هي هذه اللي قامت بهذا. وحقيقة بعد الحريق خنيم بنينا حسينيات. سوينا حسينيات، بدل الشهادة سوينا حسينيات هنا في ساحة الحبوبي. باقين في هنا في هذه الساعة إلى تحقيق أهدافنا اللي خرجنا من أجلها. الكل ساحات الاعتصام أنه أبشركم الناصرية بخير وباقية، وعزيمتنا إن شاء الله في تزايد مستمر. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نحن الآن في هذه الساحة، ساحة الناصرية، أهل النخوة، أهل الشجاعة، أهل ثورة العشرين، المجاهدين، أصحاب الكرم، أصحاب الجود، أصحاب النخوة. وأحب أمثل هذا الكلام ببيت شعر. طبعا هو الإنسان الكريم، أصل الشجاعة طبعا الكرم، مو أصل الشجاعة السلاح والرمي والقتل والاعتقالات اللي يبدونها على المتظاهرين الأحرار اللي يطالبون بحقوقهم. أقول أصل الشجاعة الكرم،
وصل الأخوة أحساس، لا شار راس السقف ثق الفخر لساس، ينقاس بينا الذهب مو بالذهب ننقاس، يوسف أخوته 12 وحسين بس عباس، طبعا الوطن يمثل يوسف عليه السلام، وأخوة يوسف هم السياسيين الباطلين، السياسيين الذين يدافعون على الدول المجاورة، ما يدافعون عن بلدهم ولا عن شعبهم وظلموا شعبهم. والمفروض هسه المفروض حاليا السلطة تتنازل وتقدم تنازل وتقدم إنسان مرشح نزيه يدافع عن حقوق الناس ويدافع عن مبادئ الإسلام ويدافع عن الشهداء ودماء الشهداء، وهذه الدماء إن شاء الله ما ننساها وندافع عنها، وحتى آخر قطرة من دمائنا ندافع عن الحق، وإن شاء الله الله ينصر الحق ويخذل الكافرين والظالمين والفاسدين والسياسيين. وهسه بالاخير من طلعنا ظاهرنا ظلوا يتهمونا يقولون علينا جوكر، ظلوا يقولون علينا ارهابيين وكذا، فنعتب عليك القنوات اللي كنا نتابعها. هسه بيان حقيقتها الساعه 7 الصبح لما اجوا الشرطه وقوات مكافحه الشغب ولمده تقريبا 6 ساعات من الساعه 7 الصبح للساعه 1 الظهر الا انسحبوا بعد ما اجوا المتظاهرين وطردوهم. فهي المحاوله بدت من الصبح يعني انسحبوا بالاخير مره ما طردوه المظاهرين، وانتظروا الساعة 12 بالليل الساعة 1 بالليل لما المتظاهرين بعد يعني طمنوا على الخيام وكذا وقالوا بعد راحوا وانسحبوا البيوت ورجعوا لبيوتهم، بقى عدد قليلين بالساحة، فهم استغلوا هذا الشيء، رجوع المظاهرين استغلوه ودخلوا بعجلات مو رسمية، هم نفسهم اللي جاوا الصبح بس اجوا بعجلات مو رسمية وبلا أرقام، عجلات دفاعات رباعيات الدفع بكاميرات ومظللة، بس هم نفسهم الصبح مو معروفين. والدليل على هذا الحكي انه هي قبل الشيء اللي هذا صار الاقتحام طفوا الكهرباء والسيطرات اطواق امنيه اثنين دار ما دار الساحه، انسحبوا اثنيناتهم الاطواق الامنيه بحيث انه العجلات مال الشرطه اللي كانت موجوده تفاجئنا بها لما انسحبنا يعني ركضنا شردنا، تفاجئنا انه كانت هنا هذا المكان اللي احنا بيه كان اكو عجلات امنيه دوريات اختفت ما ادري وين راحت. يعني بالاخير ورا ما صارت الحادثه سمعنا انه قائد الشرطه يقول احنا جاي ندور على العجلات هاي جاي نلاحقها، بس انت جاي تلاحقها هي لمده ساعه كامله الرمي هنا بالساحه، انت وين موجود؟ وين كنت؟ احنا فاتحين بث مباشر كنا بهاي الساعه كامله فاتحين بث مباشر، يعني بحيث قنوات السعوديه والقنوات الفرنسيه والقنوات البريطانيه كانت تغطي هالحدث مباشر ناشرينها مشاركين من الفيسبوك مالتنا، وانت يا قائد الشرطه اللي فرق
تقريبا هنا ربع ساعة عن مقر رئاسة الشرطة، ما سمعت بهذا الحكي، معقولة تقنعنا بهذا الحكي؟ أنت شريك بهذا الشيء، والدليل أنه اللي قاد الشرطة اللي قبلك ريسان الإبراهيمي انسحب قبل يومين، قالوا حسب الأخبار تجينا أنه رفض أنه يسوي هذا الشيء، رفض العملية اقتحام سعد الحبوبي، رفض هذا الشيء وهم دزوك على موت هاي المهمة. والدليل على هذا الشيء أنه ورا يومين من استلامك هذا المنصب صارت هاي الحادثة، ورسان إبراهيمي استلم المهمة لمدة شهرين ما صار هذا الحادث مثل هذا الحادث صار هنا رسان إبراهيمي، وهذا دليل على أنت أجيت هاي مهمتك. واحنا نطالب بقالة هذا قائد الشرطة، وهذا القائد ما يمثل أهل الناصرية، أهل الناصرية عندهم ضباط شرفاء هم يقدرون يحفظون أمن المحافظة، هذا القائد هو حزبي ودمج ومو ما يمثل أهل الناصرية، نطالب إقالته وتسليم المهمة هاي الحساسة للضباط أهل الناصرية اللي مثل القائد ريسان الإبراهيمي وغيره. أحداث بعد الحرق لما حرقوا الخيام الساعة بالوحدة بالليل وسمعنا بالخبر، قعدنا من النوم الساعة 3 الصبح، أنا الساعة 3 الصبح رجعت هنا للساحة، رجعنا وانترسنا الساحة ومن الساعة 3 الصبح الثاني يوم بقينا قاعدين غسلنا الساحة ورتبنا الخيام شلناهن وجبنا خيام جديدة، وبدال الخيام اللي كنا خالينها بنينا طابوق وبنينا بلوك، وحتى نثبت لكم انه هاي الشغلة رمزية اكثر من انه هي مادية، انه احنا باقين هنا وانه احنا يعني باقين. ايش قد ما انتم منتظرين ومعاولين على صبرنا ومعاولين على مطاولتنا، احنا باقين، ما دام انتم باقين احنا باقين بهاي الساحه، وما راح وامننا مو بالاحزاب ولا بالحكومه ولا بالبرلمان، لانه هاي كلها عصابه وحده هي المشاركه بقمعنا. بناء الحسينيات او هاي الغرف الكرفانات اللي بتطاوق بيناها هي خطوه رمزيه اكثر ما هي ماديه، خطوه انه تمثل احنا باقين هنا ومهما سويت حركه الخيم بنيناها طابوق، يعني احنا باقين مستمرين، لا راح تخوفنا ارهابكم ميليشياتكم. وجربتوها، انا اتعجب ليش تعيدوا نفس الخطوه اكثر من مره، جربتوها اكثر من مره، والشمري هذا الزيتون نيا وقتل 100 متظاهر عاجز الزيتون بيوم واحد، خفنا من هذا الشغله لوقود مظاهراتنا جميل الشمري، ليش عدتوها مره ثانيه؟ فهذا يعني انتم فاشلين وما عندكم اي خطوات تصعيديه اكثر وغير يعني غير طريقه، ما عندكم غير طرق القمع. أوجه هذه الرسالة إلى من حرقوا خيامنا في ساحة الحبوبي، أقلهم حرقوها الشوادر باردة علينا، أول مرة منكم تطلع الزينة، أول مرة منكم تطلع الزينة، أحرقوها الشوادر باردة علينا، رمل وسميت رمل وسميت بالحبوب وذبينا، حسينيات حسينيات يم الفلكة سوينا، احرقوها الشوادر باردة علينا، اول مرة منكم تطلع الزينة، رمل وسميت بالحبوب وذبينا، حسينيات
حسينيات يم الفلكة سوينا اهو الحرقة وخيمة زينب اهو الحرقة وخيمة زينب اهو الحرقة وخيمة زينب اهو الحرقة وخيمة زينب شباب الحبوب النار الحرقة وخيمة زينب شباب الحبوب النار الحرقة وخيمة زينب وهسه أقدم رسالتي هاي رسالتك هسه رسالتي هسه أقدم رسالتي للحكومة الحكومة تقول الشعب يتعب ويقعد لا ما نقعد هاي الرسالة بعيوني أوجه رسالتي للحكومة أقلهم بعد ما نرهم وياكم هذا سابع مستحيل لا قليل السابع بعد ما نرهم وياكم هذا تاسع مستحيل الريد قائد يعرف الله أو يسند الحمل يميل ما نريد نخلى دمنا بالشوارع ظل يسيل ما نريد نخلى دمنا بالشوارع ظل يسيل عم خي كفينا شره عم خي كفينا شره ويلم غرضانا ويشيل لا نطبله ومن الكفى لا نطبله ومن الكفى صيدا ويكضى الاصيل احنا زلم الناصريه بعد ما نرهم وياكم هذا سابع مستحيل الريد قائد يعرف الله او يسند الحمل يميل ما نريد نخلى دمنا ما نريد نخلى دمنا بالشوارع ظل يسيل عم خي كفينا شره او يلم غرضانا ويشيل لا نطب له من الكفاه صيدا ويكضى الاصيل احنا زلم الناصريه احنا زلم الناصريه احنا زلم الناصريه حتى باليمشي نعيل هاي يحرق بالليل ويشرد يعرق بالليل ويشرد رجوله هاي لا والله اوجه له رباط هذا الرباط له للي يحرق ويشرد احنا زلم الناصريه حتى باليمشي نعيل لا يتخطى تال الليل لا يتخطى تال الليل لا يتختل تال الليل الزلمة يبين بطك لا يتختل تال الليل الزلمة يبين بطك لا يتختل تال الليل الزلمة يبين بطك